جبت لكم هاد الوصفة اللي هي حريشة بلدية، كتجي رائعة، كتجي زوينة وكتجي لذيذة بزاف. درتها للكوتي للوليدات، قلت علاش لا اللي ما نشاركهاش معكم، تقدروا توجدوها في الفطور او لا في الكوتي ديالكم. هنايا غادي ندوزو بسم الله على بركه الله باش نوجدو الحريشه ديالتنا. بطبيعه الحال هاد الحريشه هذه اللي غادي نحتاجو ليها 4 الكؤوس ديال السميد الرقيق او السميده الرقيقه. السميده اللي كنديرو بها البغرير وكنديرو بها البسبوسه، يعني كتكون رقيقه. غادي ناخد 4 ديال الكيسان. هنا كنحاول نقرب لكم الصوره باش كتشوفوا السميده كيفاش دايره، حيت اغلبيه الناس كاين كيتفرجوا فينا يعني من الدول ديال برا، ما كيعرفوش السميده رقيقه كيفاش كتكون. هنايا خديت واحد شويه ديال المليحه، وبطبيعه الحال المليحه كتبقى حسب الذوق. وهنايا غادي ندير واحد شويه ديال الخميره ديال الحلوه، ممكن انكم ما ديروهاش، تستغناو عليها باش تكون الحرشه ديالتكم بلديه 100%. هنا درت واحد المعلقه ديال العسل، هاد المعلقه العسل الصراحه الدور ديالها زوين بزاف، هو اللي كيعطينا داك اللون الذهبي الرائع اللي كيجي زوين سواء في الحرشه او لا في الملاوي او لا في المخيمرات، يعني ضروري. هنا خديت واحد الكاس ديال الزيت بلديه هو اللي غادي نخدم به. غادي نرمل تقريبا كيف ما شفتوا بنصف الكميه. هنا زدت واحد شويه، ضروري نرملوا السميده ديالتنا، وكيف ما كتشوفوا معايا غادي نرملها مزيان يعني بهذا الشكل هذا، ضروري انا كنرمل فيها وانا نحكمها مزيان بيدي كيف ما كتشوفوا، باش نغلف دوك الحبيبات ديال السميده بالزيت، وباش حتى السميده ما كتجيش الحرشه عفوا مني كطيب ما كتجيش مدقصه، حيت كاين اغلبيه الاخوات كيصيبوا الحرشه ولكن كتجي دايره بحال الخبز، كتجي هذا مدقصة من الداخل. المهم السر باش ان الحرشه ديالتكم كتجي بحال الحرشه ديال الزنقه وحسن من الحرشه ديال الزنقه بطبيعه الحال، حيت مصيبها بيديك وعارفه شنو دايره فيها. هنايا خليتها غير واحد شويه كيف ما شفتوا معايا. غادي ناخذ المقله ديالي الثقيله المعروفه اللي كنطيبوا فيها الحرشه باش كتصدق لينا الحرشه كتجي زوينه. هنا خديت واحد شويه ديال الزويته بلديه بطبيعه الحال اللي كنخدم بها دابا. غادي ندهن داك المقله كيف ما كتشوفوا، يعني ضروري ندهنها وندهن الجوانب ديالها مزيان، ومن بعد ما غادي ندهنها كيف ما كتشوفوا، يعني ضروري خصني ندهنها مزيان. غادي ناخذ واحد شويه ديال السميده، و السميده اللي رملت خديت منها واحد شويه باش غادي نديرو كيف ما كتشوفوا معايا في المقله من الفوق من التحت ديال الحرشه، كنديرها من التحت ديال الحرشه ومن الفوق ديال الحرشه. هنايا انا كيحزب لي كنصور، وصراحه الكاميرا كانت واقفه، كنت بغيت نصور لكم وانا كنخلط الحرشه ما كتبش خطره اخرى ان شاء الله. هنايا جمعت داك السميده ديالي بالماء، وبطبيعه الحال اهم حاجه منين نكونوا كنجمعوا السميده بالماء ما نعجنوهاش بيدينا، غير بالرؤوس ديال الاصابع وحنا كنخلطوا بالرؤوس ديال الاصابع وحنايا كنخلطوا. صراحه هذا المقطع ما عرفتش كيفاش حتى ما تصورش ليا، كنعتذر منكم بزاف. المهم حاولوا منين تكونوا كتجمعوا السميده ديالكم بالماء ما تعجنوهاش نهائيا، غير بالرؤوس ديال الاصابع وانتم كتحركوا فيها حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي هي بحال هكا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا حدايا. ومن بعد غادي ندوز نجيب شويه ديال السميده حيتو من قبل ما نجمعها بالماء، حيت واحد شويه ديال السميده من وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما
جمعتها قرصتها في المقلة بهذا الشكل هذا، ضروري كنقادوها وكنديروا لها داك السميده ديالتها من الفوق، وكنبقاو نقرصوا فيها ونقادوا فيها ونحاولوا نجيبوا واحد المعلقه ونقادوا لها الوجه ديالها او السطح ديالها، ما يكونوش فيه دوك الاصابع باينين. يعني بهذا الشكل هذا ضروري هاد العمليه هذه باش كتجينا الحرشه ديالتنا كتشبه الحرشه ديالت الزنقه. وصراحه كيف ما قلت لكم هاد الحريشه هذه كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف. هنايا انا شعلت البوطه، غادي نحط فوق منها الحرشه وغادي نوريكم باللي ان هاد الحريشه هذه باش كتعرفوا الحرشه كتكون زادقه يعني 100%، ما كديرش دوك البويقات كيف ما كتشوفوا معايا هنا، راه طابت لي تقريبا من تحت. غادي نقلبها يعني ما فيها لا بواوق لا حتى شي حاجه كيف ما كتشوفوا. وهنايا من بعد ما طابت ليا مزيان من تحت وخدات داك اللون ديالها الذهبي اللي هو زوين بزاف، غادي نقلبها. وبطبيعه الحال غادي باستعانه ديال واحد المطرح اولا باش كنطرحوا الخبز في الفران، غادي ندير ليها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. يعني عمليه سهله جدا باش اننا كنقلبوا الحرشه ديالتنا. هنا خديت واحد القراده كيف ما كتشوفوا معايا، احسن ما كنهزوا المقله ونقلبوا. هنايا غادي نديرها على الوجه ديالها كيف ما شفتوا اللون ديالها كيجي زوين بزاف. وهنا غادي نحاول نقادها بحال هكا وغادي نخلي الحريشه ديالتنا كطيب. ومن بعد ما تحمر لينا مزيان وطيب غادي نوريكم الشكل ديالها النهائي كيفاش كتجي. راه كتجي رطبه وكتجي زوينه، نتمنى انكم تجربوها، اكيد اكيد غادي تعجبكم وغادي تولي معتمده عندكم. وكيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الحرشه ديالتنا من بعد ما طابت. غادي نقطع معكم واحد الموسور، صراحه كتجي زوينه بزاف. هنا غادي نقطعها معكم، راه ما كتفرتت ما حتى شي حاجه، يعني كتجي هشيشه في نفس الوقت وكتجي شاد جامعه راسها. كتجي الصراحه حتى المذاق ديالها كيجي حسن من الحرشه اللي كنديرو بالزبده والزيت. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الحرشه ديالتنا. طبيعه الحال غادي نديروا لها شويه ديال الفرماج مع شويه ديال عسيله، كل واحد كيفاش كيفضل انه ياكلها. وبالصحه والراحه، ونتمنى نتمنى لا فيديو ديالي يكون لاعجابكم. ولا عجبكم الفيديو ديالي ديال اليوم والوصفه ديالتي ديالت اليوم، ما تبخلوش عليا بلايك ووصلوا لا فيديو لاكبر عدد من اللايكات. وإلا كنتوا اول مره غادي تشاهدوا القناه ما تنساوش تابوناو فلاشين وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد القناه. وبسلام عليكم مع وصفه قادمه باذن الله، ودمتم في رعايه الله، وخليكم مع الفيديو الاخر.